عنده منطقي تحليلي، اي شيء سيكون وفق المنطق، اي شيء سيكون وفق التحليل. هذا الشخص موضوعي، افكاره كلها موضوعيه. يعني بتجي تقنعه باي فكره يقول لك لحظه بعدين على اشخاص، فانا اتكلم بشكل من منطقي. حلو، طبعا هذا لا ياثر في حكايه البروباغندا ونجي نطبل. هذا ما ينفعش، ما ينفعش يقول والله ويقول ما دام يضحك. وريني دلائل. هذا بيتمك موضوعي. اذا دلائل، ابغى دلائل. البعرة تدل على البعير والخطوة تدل على المسير، ولو كان بتشتي كان قيمة. هذه أفكاره دائماً يعطيني دلائل. حلو، هذا الشخص دائماً له قدرات حساسة، يقدر يحسس بالمشكلات ويقدر بسرعة يفكر فيها، لأنه دائماً يعمل تفكيره مش مشاعره. هذا النمط منظم ويحب لما يتعامل معاه يتعامل معاه بتنظيم كبير جداً. يعني إيش؟ وعدته قلت له بكرة الصباح تقدم له عرض. يقول لك عطوا باشا الساعة كم؟ يقولوا الساعة 8. الساعة 8 هو جالس قاعد يسمع انتظرك. 8 إلى 10 تمام. منتظرك. جيت أنت متأخر دقيقة زعلان. قلت له معليش والله الطريق حر. قال حر ولا مش حر؟ أنت بتجي على الساعة 8. طيب والله الحر مالي علاقة بالعرض، يلا بسرعة قد العرض. صاحبنا الثاني مشاعري لا. أول ما تيجي تدخل عنده السلام عليكم والله جو حر. طيب خلاص اجلس شوية واشرب لك موية. حديدة لأنه أهم شيء مشاعر وتجاهل. هذا لا، هذا منظم ويبغى كل شيء يكون منظم. يعني مثلا اعطاك تقرير يبغى التقرير يكون بنفس الطريقه، ما يبغى اهدار. هذا النمط ايضا عادل حازم. شوف الحلو في هذا قد لا يحبك بس رقيق، اذا شافك نفذت الشيء الصح يعطيك حقك. هذا النمط ايضا عندنا في مشكله. شوفوا اقول لكم شيء، مره من المرات حصل معايا في العمل. كان عندنا منافسه، المفروض ان احنا يعني واحد مننا يكون مدير الاداره. خلاص احد الاخوه شل فلان حطه مدير إدارة. احنا ثلاثة مستحقين. فرحنا له وكلمنا قلنا ليش تحط فلان؟